بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا ومتابعينا في قناه خربشات، جبنا لكم فيديو جديد، اقوى مقاطع صيد الكباش الجبليه. شوف الاصابه قاتله، طلق رصاصه واحده فقط تكفي. شايفين؟ شوف 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 المهاره، والصياد عارف فين مكان الرصاصه بالظبط القاتله. هنا بيستهدف القلب، لاحظ رصاصة واحدة مهارة. شاف داون، شوف يجيب الكبش مع سفح الجبل. شوف شوف المهارة داون. دقة في التصوير. شوف إصابة قاتلة، يعني بجباله في الكتف، بعد الكتف هنا الرئتين والقلب. شوف معز جبل هنا، شوف الرصاصة قاتلة. شوف مع مسافة بعيدة، شوف شوف رصاصة ضربة مباشرة. Dumped him. Keep your head down. Keep your head down. Keep your head down. ضربة قاتلة. شوف المسافة. خدها الرصاص دي، هيسقط. شوف عضله فين؟ شوف الرصاصة عدت من الكبش وجت في الحجر. شوف هو نايم، شوف العدد، خد الرصاصة ثبت مكانه. رصاصة قاتلة، خلي بالك أصابه. شوف إصابة مباشرة. طبعا هنا صيادين الكباش والماعز الجبلي بالذات لازم أن يكون عندهم مهارة في القنص. شوف المسافة، لأن سبحان الله الماعز والكبش بيكون حذر جدا جدا من اقتراب البشر. شاف شوف ضربة قاتلة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. صب دقيقة. شوف دقة في التصوير. طبعا مهارة.